راح انتقل يعني زميلنا صبري الشمالي، صبري طبعا بلدياتي يعني. صبري هو خريج جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عام 2015، عمل في قسم الطوارئ في مستشفى الرازي في جنين، وهو مستشار طبي للسفارة القطرية في ألمانيا، وحاليا مقيم سنة رابعة قلب وطوارئ في مستشفى من المستشفيات الكبرى في مدينة دويسبورغ في غرب ألمانيا، وأيضا حاصل على شهادة طبيب طوارئ من ذو عام 2019. صبري راح يحكي لنا عن تجربته الشخصية، اللي هي تجربة أيضا غنية وتجربة يعني فيها الكثير من التفاصيل، اللي أكيد حيكون منها تفاصيل يعني مهمة ومفيدة للزملاء. وأيضا حيحكي لنا عن نقطة أيضا تطرح لأول مرة، وهي نقطة إمكانية تحصيل معونة وتغطية مالية ألمانية لتكاليف الدورات والامتحانات التي يعني تؤدي للحصول على ترخيص لمزاولة الطب. أخي صبري، شكرا جزيلا لحضورك معنا، سعيدين جدا فيك. شكرا معك الميكروفون، تفضل. شكرا جزيلا. السلام عليكم جميعا، والله يسعد أوقاتكم. الصوت واضح؟ في البداية بتقدم بالشكر لإخواننا وزملائنا في البالمنت لدعوتي لأكون جزء من هذا اللقاء التعريفي طريق الاختصاص لألمانيا، وطبعا الشكر موصول لزملائي الدكتور جهاد الصعيدي والدكتور أحمد الشريف والدكتور محمد شعت والدكتور وليد البنا ولجميع الزملاء الحاضرين معنا واللي راح يشوفوا هالمحاضرة بعد ما تكون اتسجلت، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن ونكون قدمنا لكم بإذن الله شيء مفيد تستفيدوا منه. نبذة بسيطة قبل لا أطلع في 2015، كنت أسمع عن الإجراءات المعقدة اللي بتاكل وقت طويل، عن الحياة، أسأل حالي طيب أنا لا بعرف لغة، لا بعرف حدا هناك، وكيف راح أتواصل مع الجهات الحكومية؟ كيف راح أقدم أوراقي؟ شو بلزم؟ شو بده ترجمة؟ شو اللي بده تصديق؟ شو ناقص؟ شو التكلفة؟ بالآخر أصلاً هل راح ألاقي شغل لما أوصل؟ هل راح أبدأ تخصص؟ هل ممكن أضيع سنة وسنتين وثلاث في ألمانيا؟ هاي الأسئلة كثير كانت في بالي. نقطة التحول بحياتي بلشت وأنا قاعد بغرفة الطوارئ في مستشفى الرازي في جنين. رن التلفون. ألو سيد شمالي، معك مكتب الممثلية الألمانية في رام الله، يا ريت تتفضل عندنا يوم الثلاثاء موعد استلام الفيزا، وضروري يا ريت تجيب معك تكت الطيران، تأمين السفر عشان نقدر نعطيك الفيزا. هون دخلت المشاعر ببعض، حسيت إنه اللي بسويه ماشي حاله مش ماشي حاله، الوضع صار معي جدي. المهم استلمنا الفيزا وطلت لألمانيا، وصلت يوم 20 أو 25 10 في عام 2015. في بداية عام 2016 بدأت اللغة في معهد فولكس هوكشولة، خلصت لغاية مستوى B2 أو اللي هو البيتس فاي أو البي 2. ليش بدأت في شهر واحد؟ لأنه كانت فترة تعطيل مدارس، طبعا كان يسمح للواحد يشتغل. بعد ما خلصت اللغة وأثناء هاي اللغة كنت مراسل على كثير مستشفيات، وصل تقريبا 200 إيميل بعثت بطلب عمل وبنفس الوقت بطلب فترة تدريب. مستشفيات اللي لقيتها ردوا علي اثنين، طبعا كانوا مستشفيات طب نفسي. أول مستشفى كانت في مدينة سيلي في مدينة هانوفر، كانت طب نفسي خلصت فيها 3 شهور. أثناء هاي ال3 شهور روحت قدمت على مستشفى جديد كان في مدينة ديورين. طبعا إيش المميزات في المستشفى لما الواحد يعمل هوسبيتاسيون؟ المميزات هم بيعطوك سكن مدة 3 شهور، بيعطوك أكل وبيعطوك بيت، وبعض المستشفيات ليس جميعها بعضها ونادر جدا ممكن يعطيك راتب، طبعا مش أكثر من 3 شهور. لذلك يفضل دائما وانت في المستشفى خلال ال3 شهور تراسل من جديد على مستشفى ثاني. 3 شهور بدل 3 شهور بدل 3 شهور، حتقوي لغتك، حتاخذ سكن، توفر لنفسك سكن ومأكل. بهاي الفترة رحت قدمت اموري للبتسيكسجيون في كولن اللي هي دائرة تقديم الملفات لدراسة ملف الابروفاسيون اللي حكى عنها اخونا احمد الشريف.
أثناء فترة الانتظار سمعت عن معهد اسمه ميبيك انستيتيوت في مدينة كولن. هذا المعهد فادني جدا في التحضير لامتحان اللغة الطبية اللي ذكر أخونا أحمد. أثناء هذه الدورة طبعا راح أحكي كثير بالتفصيل عن معهد الميبيك انستيتيوت. أثناء بعد ما حضرنا هذا الكورس لقيت تدريب في مستشفى اسمها زانا كلينيكوم اللي حاليا بشتغل فيها، مستشفى تخصصي عملاق للأمراض الباطنية والجراحة والجراحة العصبية. تمام، بعد ما عملت التدريب في هذا المستشفى جلست في البيت فترة قصيرة من الزمن تقريبا أسبوعين ثلاث، حضرت نفسي لامتحان الفخش براخ بروفنج. قدمت الامتحان نجحت فيه، كلمت الشيف اللي كنت عنده، ألو يا شيف أنا نجحت، دبرنا بدنا نشتغل. حكي لي يا ميت أهلا وسهلا فيك، عمل لي موعد، رحت قابلته من جديد، أعطاني وعد العمل اللي حكى عنه أخونا أحمد كمان مرة، بعثت له البيت سيكس جيرونج، حكيت لهم أنا عندي وعد عمل، نجحت في الامتحان، بدي أشتغل عندكم بأسرع وقت ممكن، أعطوني شيء اسمه بيروف إرلابنس اللي هي مزاولة المهنة المؤقتة. بعد ما أخذناها بدأت أول وظيفة لي في 1/1/2018 ومسكنا أول راتب، وإن شاء الله كانت بداية التخصص والطريق لتخصص القلب. بعده بذكر طبعا للجميع أربع نقاط أساسية، أنت وصلت لألمانيا مباشرة ابدأ تحضير كورسات، حضر اللغة، قوي لغتك، احتك مع الشعب، حاول تعمل هوسبيتاسيون، قدم أوراقك للمعادلة وإن شاء الله حتدخل مباشرة على سوق العمل. هلأ لأول مرة رح نحكي عن موضوع إمكانية تحصيل معونة مالية حكومية ألمانية. الموضوع مش معقد، الموضوع بسيط ولكن ما حد كان بيعرف فيه. في عنا طريقتين أساسيات. الطريقة الأولى يا إما أنك أنت نفسك بتروح على عدة مراكز أو جهات حكومية متخصصة في هذا الموضوع مثل البوندس أجنتور فور أربايت اللي هي وكالة العمل. النقطة الثانية اللي هي البوندس أمت فور ميجراسيون أون فلوشتينج اللي هي البام اللي هي وكالة أو المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين. النقطة الثالثة هي اسمها الجوب سنتر، برضو وكالة عمل ولكن هذا متخصصة فقط للاجئين. النقطة الأخيرة أو الثانية اللي ممكن نتجه لها أحد المعاهد اللي بتكون عاملة اتفاقيات مع الحكومة اللي هي معهد اسمه ميبيك انستيتيوت موجود في مدينة كولن. هذا المعهد أنا أخذت فيه وراح أشرح لكم حاليا إن شاء الله عنه. إيش مميزات إنك أنت تروح على مباشرة على أجنتور فور أربايت على سبيل المثال على وكالة العمل؟ من الشروط يكون معك الإقامة 16 تي اللي هي أنت طبيب يسمح له بالعمل بعد اكتمال أو دراسة ملفه الطبي، الأوراق اللي قدمها. رح يعطوك ورقة موافقة كوبون بحكي لك أنت الآن طبيب أو رح تحصل على رح تصير مع مع الوقت طبيب، إحنا ممكن نساعدك ماليا، نعطيك ورقة منا، وروح على أحد المعاهد اللي إحنا بندعمها أعطيهم هاي الورقة ورح يدرسوك مجانا. أو الطريقة الثانية بتريح راسك وبتروح على معهد معترف به هم بيوجهوك، يعني معهد ميبيك انستيتيوت على سبيل المثال ببعثك لواحد اسمه أنر كينونكس بيراتا، هذا مستشار في دراسة الأوراق، بتروح عنده تعمل معه موعد تعطي الأوراق اللي معك، بيسألك من وين متخرج، كم عمرك، إيش عندك خبرات، بيقدم لك المشورة النصيحة، بعطيك تمويل كامل من الصفر. يعني مثلا بيحكي لك أوكي أنت اليوم حتعمل معهد حتحضر لامتحان اللغة الطبية المتقدمة، أوكي بعدها راح تعمل مثلا تحضير كورس لامتحان المعادلة الدائمة، راح نمول لك إياه. طبعا بعد ما يشوف ملفك ويحكي أوكي أنت في لك مستقبل، إذا مشت أمورك معناته راح تقدر تشتغل هون. الشرط الأساسي عشان هذا الأنر كينوكس بيراتا، الشرط الأساسي عشان هذا الشخص يوافق على تمويلك، لازم تروح عنده قبل ما تبعث أي ورقة لأي جهة حكومية. وين بنلاقي؟ بتبعث بتفتح على جوجل على الخرائط او على جوجل تكتب انر كينوكس بيراتا او بتروح على الميبيك انستيتيوت، بيعطوك رقم شخص موجود عندهم متعاقد معهم بيستقبل طلابهم، تجلس معه بياخذ منك الاوراق بيعطيك الموافقه راح يمولك كامل. النقطه الثانيه هذا المعهد راح يبعثك مع طلب لوكاله العمل بطلب منهم، بتروح عليهم تحكي لهم انا فلان الفلاني بدي أعمل كورس في المركز الفلاني اللي هو مركز ميبيك انستيتيوت
وأنا محتاج تمويل لهذا الكورس. بكل بساطة بيعطوك ورقة تكلفة الكورس فلنفترض 5000 أورو، بتروح فيها بترجع فيها على المعهد تعطيهم إياها. أهلا وسهلا فيك، أنت بلشت أول كورس تحضير لغة طبية. تمام، إذا أنت خلصت هذا الكورس ورحت بعد ما خلصته أجاك موعد للامتحان، تكلفة الامتحان 300 أورو. طبعا هذول مدفوعين أيضا من المعهد، يعني فعليا أنت أخذت كورس تكلفته تصل ل 3000 ل 5000 أورو مع تكلفة الامتحان اللي حتعمله مدفوع لمرة واحدة فقط، راح يدفعوا لك إياه. نجحت فيه، صار معك بروف إرلاوبنس، أنت هيك أهلا وسهلا فيك، بتروح بتاخذ وعد عمل من أي مستشفى وافقت على تشغيلك، وراح تبدأ شغل وراح تقبض راتب زي أي طبيب مع مزاولة مهنة دائمة. مدة البروف إرلاوبنس أو تصريح العمل المؤقت هو سنتين، وخلال هذول السنتين بتكون أنت مشيت في أحد الطريقين. الطريق الأول يا إما تنتظر موعد مباشرة لامتحان النهائي أو امتحان المعادلة الطبية، أو بتكون قدمت أمورك لإشي اسمه الجود أختر اللي حكى عنه أخونا أحمد الشريف، قدمت أوراقك بيشوفها مستشار بيطلع بيحكي أوكي المواد اللي درسها تعادل المواد اللي درسوها الألمان، هذا الأبروباسيون جاهز. في هذا المعهد بيعطيك 3 كورسات، هذا الشيء جميل فيه. الكورس الأول راح يعطيك إياه هو امتحان تحضير للفخ شراخ بروفنك، امتحان اللغة الطبية بأهلك فيه، مدته في عندك تقريبا كان 40 يوم مكثف يوميا 6 ساعات، بيشرحوا فيه 3 أقسام اللازمة للامتحان من الصفر حتى الاحتراف. آخر شيء بيجيبوا لك أحد الأشخاص اللي بيشتغلوا في لجنة الامتحان كمريض أو كمريضة، بتجلس معك بتاخذ منها هيستوري كامل وبتكتب بريف وبتقدمه، بتعمل ask شبغيش، او اللي هو انت كطبيب بتحكي للطبيب اللي قدامك او اللي امامك مريضه فلانيه عندها كذا اجت كذا بالشكوى الفلانيه، بتعطي ورقه كاتبها بيصلح لك بيحكي لك اوكي انت ناقصك كذا ناقصك كذا، هذه خطا هذه صح، اعمل هيك لا تعملش هيك، نسيت تسال نسيت تطرح السلام نسيت تتعرف عن نفسك في البدايه، اللي هي الامور اللي كثير اشخاص رسبت في الامتحان بسببها. النوع الثاني اللي بيعطيك اياه المعهد هو ما هو بيعطيك الفخش براخ بروفونج زائد امتحان الكنتنس بروفونج مباشره، يعني بعطيك تقريبا 6 شهور كاملات تروح عندهم. 1000 اورو سعر الكورس مدفوعات. خلصنا امتحان الفخش براخ بروفونج مباشره بيخشوا معك على تحضير للامتحان النهائي، خلصته أخذت الامتحان بعطوك فلوس الامتحان، بتروح بتقدم الامتحان نجحت أنت دكتور صفر تكلفة. فلنفترض أنت أخذت الفخ شبراخ بروفونج أو اللي هو المعادلة الألمانية المؤقتة، اشتغلت فيها سنة ونص، أجاك موعد لامتحان النهائي. طيب أنت ما حضرت نفسك كويس، شو هتعمل؟ برضو بترن على هذا المعهد ببعثوك على مركز الأجنتور فور أربايت اللي حكينا عنه اللي هو مكتب العمل، تطلب منهم يمولوا لك هذا الكورس، وبيعطوك الكورس مدة 3 شهور ل4 شهور، وحاليا في فترة الكورونا في عندهم خاصية يعملوا لك إياه أونلاين، بحضروك بشكل كامل إنك تدخل على لجنة الامتحان وتنجح في الامتحان النهائي بكل بساطة بإذن الله تعالى. محاضرتي بسيطة كانت مدتها إن شاء الله 15 دقيقة وما أكون طولت عليكم، بس شكركم جدا، شكر موصول للجميع، وأخونا جهاد الميكروفون معك.